Hello everyone, this is عهود الشرجاوي. عايزة اتكلم عن preposition on. on يعني فوق او على. on بستخدمها مع ال place المكان وبستخدمها برضو مع ال time. هنتكلم عن ال place بستخدمها ازاي مع المكان. اول حاجة لازم يكون لي surface يعني سطح، يعني مثلا on the table يعني على الترابيزة، الترابيزة ليها سطح فممكن احط حاجة عليها. on the chair، ال chair لي سطح فممكن برضو اقعد عليه. on the ground، الارض. on the floor، on the grass، كل الحاجات دي ليها سطح ممكن اقف عليه او اقعد عليه. Okay. تاني حاجة بتيجي مع left right، on the left on the right. اوكي انا هقول اسم الشارع، يعني لو قلت on التحرير street على طول في شارع التحرير، يعني on بتستخدم مع street الشارع نفسه. ان انا هقول on the street في الشارع، on التحرير street في شارع التحرير. نقطة رقم 4 انها بتيجي مع بعض الحاجات، يعني مثلا بقول on television على التلفزيون، بتيجي مع on air على الهواء، on the radio، on the news، كل الحاجات دي برضو بتيجي معاها on. ده بالنسبة لل place. نيجي عند ال time. ال time بقى هنا بيبقى أول حاجة فيها خالص أيام الأسبوع، يعني on Sunday، on Monday، on Tuesday and so on. يبقى أيام الأسبوع بتاخد on، دي أول حاجة. تاني حاجة ممكن تبقى برضو on holiday، on my birthday، في عيد ميلادي. بتيجي برضو لما بقول يوم في شهر، فأي يوم في شهر ساعتها هتبقى on. on كمان بتيجي مع ال mornings، ال nights، ال afternoons، كل الحاجات دي برضو بتاخد on. يا رب تكونوا فهمتوهم. thank you so much. bye.